بسم الله الرحمن الرحيم. سأتحدث اليوم عن مكافحة العدوى في عيادات طب الأسنان. مع الأسف مراكز طب الأسنان ممكن أن تكون وسيلة لنقل أخطر الأمراض وأخطرها حقيقة في الخليج العربي، هو مرض الكبد الوبائي اللي هو هيباتيتس سي وهيباتيتس بي، وهو مع الأسف منتشر بشكل كبير، عدد كبير من المرضى لا يعرفون. فكيف أختار طبيب الأسنان وكيف أختار مركز الأسنان الصحيح اللي يتبع وسائل عدم انتقال العدوى؟ أول شيء مهم أنه أركز أنه الستاف ممرضات الطبيب يكونون لابسين ملابس وقاية، وأهم شيء الكمامات والجلوفز وحماية للنظر، وطبعاً الملابس اللي تبدل مالك. وكمان الطبيب الذي لا يستعمل القفازات ولا يستعمل الماسك ولا يستعمل أدوات معقمة تجيب هذا الغطاء الخارج والمعقم ويفتحها أمامك، اترك العيادة بهذه العيادة غير مكان. والأهم من هذه الحقيقة محفر الأسنان أو ما نسميه الدرن، هذا ممكن أن يكون أخطر وسيلة لنقل الجراثيم، لأن المستعمرات الجراثيمية تتجمع في داخل الموتور تبعه. فقبل ما تبدأ بالعلاج وحتى تختار المركز الصح، اسأل الطبيب، اسألوا كم محفر، كم درن عندك؟ في نوعين من المحافر، بطيء والسريع، وفي السكيلر اللي ينظف الأسنان. وحسب إرشادات وزارة الصحة تشوفون أنه عندنا هنا في كل عيادة تجد أسماء للأدوات. أنا عندي الهاند بيس ما أسميه، ولازم يكون عن طبيب الأسنان 5 من المحفر السريع اللي يكون أيضا في غطاء يكون معقم، والخمسة من المحفر البطيء، وكذلك 5 من السكيلر أو الشيء اللي ينظف الأسنان. إذا ما وجدت 5 أو أقل من 5 فأترك العيادة، لأنه حقيقة ممكن أن تنتقل إليك أخطر الأمراض.